يمكن الصوره دي او الصوره اللي انتشرت على السوشيال ميديا قلبت الدنيا، قلبت السوشيال ميديا. صوره لمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس. الصوره بثتها القناه ال 12 الاسرائيليه زاعمه انها للضيف، وقالت ان اجهزه الامن والمخابرات الاسرائيليه كشفت صوره حديثه للضيف وهو بعين واحده وساق واحده بعد ما فقد احدى عينيه وتم بتر ساقه الاخرى خلال محاوله اغتيال اسرائيليه سابقه، لكنه لسه قادر على المشي بمفرده وما بيستخدمش كرسي متحرك زي ما بيقدر يستخدم كلتا يديه. الكلام ده عكس الكلام اللي قالته اجهزة الاستخبارات الاسرائيليه اللي قالت انه اصيب بالشلل نتيجه محاولات اغتيال فاشله سابقه. والقناه الاسرائيليه قالت كمان ان المؤسسه الامنيه الاسرائيليه بتبذل جهود هائله للوصول الى قاده حماس وخاصه الضيف اللي بيقود القتال ضد الجيش الاسرائيلي في قطاع غزه، وهو واحد من ابرز المخططين لهجوم طوفان الاقصى. الصوره اللي اعتبرتها اسرائيل انتصار كبير ليها كشفت اخيرا عن شكل الرجل المتخفي والمختفي عن اعين كل اجهزه المخابرات العالميه لسنين طويله. تحت هاشتاج محمد الضيف انتشرت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واللي بنبدأ على طول من منصة اكس لعبد الرازق اللي بيقول يا داود أحرنوت العصور على أول صورة لمحمد الضيف قائد كتاب القسام التقطت في جلسة خاصة عام 2018 وبيظهر بجواره أحد مساعدي. أما تويت أخرى من أحمد فوزي قال صورة محمد الضيف هي صورة مزورة مفبركة نشرها صحفي إسرائيلي اسمه نير ديفوري في القناة الـ 12 العبرية بعد بحث بسيط تبين أن الصورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. أما بقى تويتة أخرى وطبعا استخدم هاشتاج محمد الضيف، أما تويتة أخرى قال لك طبعا تم تركيب صورة وقال لك كمان الاسم قوات الدفاع الإسرائيلية IDF المهمة جمع الصور.